مشاهد تشكل حياتنا، البعض يراها عن بعد، وآخرون يكونون شهوداً وصانعين. هؤلاء عاشوا لحظات التحول، شهادتهم توثق الماضي وتنير لنا الحاضر. نلتقي بأولئك ليستعيدوا مع جيزيل خوري المشهد على بي بي سي نيوز عربي. في سوريا تقول السلطات إن شخصين توفيا بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى نحو 20 إصابة، لكن خبراء دوليين يرجحون أن يكون الوباء متفشيا في سوريا بشكل واسع بسبب أزمة النزوح وتدهور المنظومة الصحية السورية نتيجة الحرب. يخشى أن تكون محافظة إدلب حيث يتركز نحو 1.5 مليون لاجئ إحدى بؤر الوباء الرئيسي. هناك وفاتان بفيروس كورونا في سوريا ليس إلا. السلطات تقدم نفسها في صورة المتحكم في الوضع، لكن الأرقام مخيفة حتى بمنطق الرواية الرسمية. فإذا صدق أن عدد الإصابات 20 فحسب كما تقول دمشق، فهذا يعني أن نسبة الوفيات 20%، وهي الأعلى في العالم على الإطلاق. سوريا في حالة حرب، لا أرقام دقيقة لا عن عدد الإصابات ولا الوفيات ولا عن مناطق انتشار الوباء. المنظومة الصحية في سوريا غير جاهزة لمواجهة فيروس فتاك ككورونا. نحو نصف مستشفيات البلاد ومؤسساتها الطبية فحسب ما زال يعمل. منظمة الصحة العالمية تتوقع انفجاراً في حالات الإصابة في البلدان التي تشهد صراعات مثل سوريا واليمن. أما منظمة أطباء بلا حدود فتقول إن انتشار الفيروس في سوريا قد يدخل سريعاً مرحلة حرجة إذا لم يقدم مزيد من الدعم وتتخذ إجراءات إضافية. السلطات السورية فرضت إجراءات بينها حظر تجوال ليلي ومناعة السفر بين المحافظات، لكن المعضلة الكبرى إدلب، المحافظة الوحيدة التي ما زالت خارج سيطرة السلطات، يسكنها زهاء 3 ملايين شخص، نحو نصفهم نازحون. الأوضاع في مخيمات اللاجئين فيها مأساوية، عائلات كاملة تتقاسم خيمة واحدة. هنا نصائح النظافة الشخصية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية تكاد ترقى إلى وجه من وجوه الترف. 1.5 مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، يعيشون في العراء أو في خيم مكتظة في إدلب ولا يحصلون على الماء النظيف. منسق عمليات الإغاثة الأممية مارك لوكوك يقول إن ما نعرفه عن سوريا إن هو إلا رأس جبل الجليد. والأمين العام الأممي يرجح أن تعجز السلطات السورية عن احتواء الوباء. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من عمان السيدة رولا أمين، الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بحضرتك. وكذلك ينضم إلينا من دمشق الدكتور بهجة عكروش، استشاري الطب، طب الطوارئ والأمراض المعدية، ننتظر أن ينضم إلينا خلال لحظات. سيدة رولا أمين، لافت جدا تصريح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، طبعا إلى جانب ما تقوم به المفوضية كل يوم من إعلانات فيما يتعلق باللاجئين وسوريا. هو قال إنه وقف فوري لإطلاق النار لمحاربة فيروس كورونا، عن جير بيترسون أتحدث، ونشد المجتمع الدولي إلى مساعدة السوريين في كافة المناطق. ما نصيب اللاجئين الذين تدرسهم المفوضية وتعمل على إغاثتهم من أي أرقام يمكن أن تعلن في سوريا؟ أولا، الذين ينزحون ويهربون من بيوتهم داخل بلادهم هم نازحون، لذلك نحن كمفوضية نعنى باللاجئون الذين هم خارج سوريا وفي داخل سوريا، نساعد الحكومة لمعاونة والمعاونة للاستجابة لحاجات النازحين داخل سوريا، وهو يتجاوز عددهم 6 ملايين شخص موجودين في إدلب وغير مناطق إدلب، في مترامين في كافة الأنحاء في سوريا. طبعا كما ذكرتي، الطلب الأول والأهم هو وقف إطلاق النار ولتضافر الجهود وتركيزها على محاربة هذا الفيروس وهذا الوباء. الأمين العام لم يدعو فقط لوقف إطلاق النار، بل أيضا دعا إلى ضرورة أن يكون هناك دعم من الدول التي تستطيع، لدعم الدول الضعيفة، لدعم الدول التي فيها نزاعات وحروب، لأن لتتمكن من أن تستجيب لاحتياجات الذين في حال انتشار الوباء، لأن
محاربة هذا الوباء والقضاء عليه لا يكون إلا بشمول الجميع في إجراءات الوقاية والمعالجة. لذلك يجب أن يكون هناك دعم من الدول القادرة للدول التي أجهزتها الطبية والصحية والخدمات الطبية فيها ضعيفة، سواء بسبب الحروب والنزاعات أو بسبب الضعف في الاقتصاد. هذا أهم نقطة ربما دعت إليها منظمات الإغاثة جميعها، والتي يجب أن يتم التركيز عليها بغض النظر عن كل أنواع السياسات والأجندات. نعم، طيب خليني حضرتك أسأل سؤال بشكل مغاير شوي. الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين تحديدا سواء في الشرق الأوسط أو في الدول الأوروبية، من متابعتكم الحثيثة وعن قرب لسياساتها واختلافها تجاه اللاجئين السوريين، كيف تتوقعون أولا أن يتم التعامل مع الحالات إن ظهرت في ضوء هذه السياسات؟ وإلى أي مدى الحكومات مستعدة لتحمل أعباء لاجئين وهي في الوقت ذاته أعباؤها هي الداخلية تجاه مواطنيها عليها الكثير من علامات الاستفهام لأسباب مختلفة؟ طبعا هذا السؤال مهم، ولذلك المفوضية منذ بداية هذه الأزمة العالمية كانت تقول أن ربما أهم واجب لدينا هو ضمان أن تشمل جميع الخطط الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أن يجب أن تشمل اللاجئين والنازحين والذين لا هوية لهم، لأن محاربة هذا الوباء كما قلت لا يمكن أن تنجح إذا استثني أي كان. لذلك نحن نحاول ليس فقط دعوة هذه الحكومات ومحاورتها ومفاوضاتها لأن تشمل خدماتها اللاجئين، بل هم أيضا بحاجة للدعم حتى يتمكنوا من القيام بذلك. في الأردن، في لبنان، في دول بالمنطقة أكملها، المفوضية تدعم هذه الدول أيضا لزيادة وتعزيز قدرة الأجهزة والخدمات الصحية فيها، سواء كانت غرف العناية المكثفة أو الأجهزة التنفس، أدوات الحماية الشخصية، الكمامات. وندعو أيضا المجتمع الدولي لدعم هذه الدول المضيفة حتى تتمكن من شمل اللاجئين. أود أن أضيف نقطة مهمة. ربما في السابق كنا دائما نؤكد أن الدعم للاجئ هو نوع من التضامن. الآن هذا الفيروس أدى إلى إدراك مجتمعي وجمعي، لنقول بأن مصلحة الجميع تستدعي أن نعتني بالجميع، سواء المهمشين أو الفقراء أو اللاجئين أو النازحين. كل شخص موجود على هذه الكرة الأرضية يجب أن يشمل في جميع التدابير، ولا يمكن استثناء أي كان. فحتى في المناطق التي يمكن أن يكون فيها هناك خلينا نقول مواقف ربما ليست جدا مواتية للاجئين، تدرك أن من مصلحتها أن يكون هناك شمول للاجئين وكل المهمشين في أي عملية استجابة ومكافحة لهذا الوباء. إهمال أي بؤرة محتملة سيؤدي إلى نقل العدوى لباقي المجتمع. صحيح. أتصور أننا لا تزال لدينا مشكلة في الاتصال بالدكتور بهجة عكروش. دكتور بهجة تسمعني؟ لا أعتقد أن هناك مشكلة في الاتصال، لا تزال. طيب أستاذة رولا أمين. أنا أسمعك. طيب عظيم. عظيم. دكتور بهجة عكروش، أيضا من بين ما أعلن من جانب مبعوثي الأمم المتحدة إلى سوريا، وهو أمر بالمنطق أنه أي دولة تتعرض لحالة حرب فما بالك لو كانت 9 سنوات ونيف، سيكون قطاعها الصحي مستهلك بسبب الحرب. بيترسون قال أنه هناك تدهور وانهيار، أنا أنقل عنه، تدهور وانهيار القطاع الصحي في سوريا الذي جاء نتيجة سنوات من الصراع وأدى إلى نقص كبير في الكوادر والمعدات والأدوات الطبية، يجعل أن هناك مخاطر على السوريين المقيمين داخل سوريا وطبعا من بينهم النازحين. إلى أي مدى هذا الكلام ينعكس على القطاع الطبي وعلى استعداداتكم لمواجهة كورونا بأي شكل، سواء الأرقام التي أعلنت فترة الذروة أو أي احتمالات أخرى؟ الاتصال شديد الضعف. دكتور عكروش تسمعني؟ طيب أتصور أننا لا نزال نعمل على الخط كذلك. أسمعك. تمام دكتور عكروش، سمعت سؤالي؟ لو سمحت أن تجيب عليه لو كنت سمعته. سمعت. بالنسبة لهذا التصريح فيه كثير من التجني على القطاع الصحي. لا شك أن هناك ضعف نتيجة هذا الحصار الكبير الذي تعرضت له سوريا خلال سنوات الحرب، وما يزال هذا الحصار مستمرا. لكن القطاع الصحي بنى نفسه بنفسه في سوريا
ولا يزال حتى هناك كثير من الأطقم الطبية المجهزة محضرة تماما. يمكن أن يكون هناك بعض نقص في الأجهزة الجدية من أجهزة المنافذ الصناعية أو أجهزة التهوية، وهناك نقص في بعض المواد، لكن القطاع الصحي في سوريا يعمل على تدميم نفسه بنفسه خلال الكثير من المواد المطلوبة. حضرتك تتحدث عن حصار على سوريا، كيف يرمم نفسه بنفسه؟ تمام، حضرتك تتحدث عن حالة حصار على سوريا كما وصفتها أنت، كيف يمكن لقطاع صحي في أي دولة، فما بالك في دولة في الشرق الأوسط، أن يبني نفسه بنفسه وهناك نقص في المعدات الطبية في كل الدول حتى التي كانت تقول أو تدعي أن قطاعاتها الصحية قطاعات قوية، ومن بينها دول متقدمة تلقى الكثير من الانتقادات الآن، يعني مع جرحى وإصابات الجيش السوري وحده، بالتأكيد أن القطاع الصحي كان عليه ضغط شديد خلال 9 سنوات ونيف الفائتة، فكيف يمكنه بناء نفسه في أشهر؟ لا شك هذا الكلام صحيح في جزء في كثير من الصحة، لكن لا ننسى أن هناك بعض الدول الصديقة التي لا تزال تمدنا ببعض المواد اللوجستية التي يمكن أن نبني فيها أنفسنا. إضافة إلى حتى الآن نحن ممكن نعتقد يعني في حضرتك سوريا أن تعيد الجملة الأخيرة مرة أخرى لأنه فقدنا الاتصال بك. معلش استاذن حضرتك ان تعيد الجمله الاخيره لاننا سوريا مما الان تعتمد سوريا في المرحله الحاليه على مرحله على وضع الوقايه، يعني قدر الامكان عدم الوصول الى الحالات التي نحتاج فيها الى العلاجات الرقميه المباشره من خلال العنايات المركزه والمشدده، لذلك تقوم بالكثير من الأورية والقرارات الرئاسية فيما يتعلق بمنع التجول وإيقاف المدارس والجامعات، وهي بدأت مبكرا بهذا الموضوع وحتى وصلت إلى مرحلة قطع الاتصال ما بين المحافظات حتى نقلل قدر الإمكان من الإصابات. في حال صار في عندنا إصابات موجودة فضمن الكادر اللي موجود حاليا يمكن أن يتم السيطرة عليه، لكن لا سمح الله في حال أصبحت هناك حالات كثيرة وأصبحت إصابات كثيرة، هناك سيكون في عجز لا شك. الدول العظمى أصبحت في عجز، فكيف في دولة هي في مكان 9 سنوات من الحرب المستمرة؟ الموضوع الأدوية التي تحضر حاليا بناء واعتمادا على مساعدات الدول الصديقة والكوادر الطبية في سوريا والتي تحاول جاهدة وخلال فترة قصيرة جدا بإذن الله سيكون هناك علاجات وقادرة ومطلقة المواد الخارجية والكوادر الداخلية هي من تصنع. سيدة رولا أمين، أنا أعرف أن المنظمة أو المفوضية لا يمكنها التعقيب سياسيا على أي أوضاع ربما حتى لو تراها هي غير مجدية بالنسبة للاجئين أو سيئة بالنسبة إليهم، ولكن تقنيا هل هناك اتصال بين المفوضية وبين مثلا جهات مثل منظمة الصحة العالمية أو أي من الجهات الدولية المعنية أو جهات الإقراض مثلا الدولية، لما حضراتكم تجدوا أن هناك دول غير ملتزمة أو غير مسؤولة في التعامل مع اللاجئين مع هذه الجائحة؟ أي دول أيا كان اسمها؟ طبعا المفوضية في ظل أزمة من هذا النوع، أزمة صحية، تعمل بتنسيق تام وكامل مع منظمة الصحة العالمية وتأخذ إرشاداتها ونصائحها كالخطة الموجودة، وتعمل كمان بشراكة مع الدول المضيفة. طبعا المفوضية تقوم أيضا، هي ليست فقط تحاور الدول المضيفة للقيام بواجبها، يعني مثلا في لبنان المفوضية هي من سيدفع ثمن جميع الفحوصات التي يمكن أن تتم في حال الاشتباه بالإصابة لأي لاجئ. معلش سمحي حضرتك أن أشدد على هذه المعلومة لأنها جديدة جدا، المفوضية هي التي تدفع كلفة الكشف أو إجراء الفحوصات للاجئين في أي دولة. لا إحنا نحكي هلأ بمثل لبنان. تمام. ويجب أن يعني هي الموضوع ليس فقط بالإجراءات الصحية المباشرة، كما ترين هذا الفيروس سنمر بهذه الأزمة لمدة أشهر متتالية وليس الموضوع لن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين. مزبوط. لذلك هناك موضوع مهم جدا هو ضرورة استمرارية البرامج التي تقوم بها مؤسسات ومنظمات إغاثية كمفوضية، لأن هذا ما سيدعم اللاجئ والنازح لكي أيضا يتمكن من أن يقي نفسه وأن يحمي عائلته.
يعني الكثير من اللاجئين والنازحين في ظل القيود المفروضة بسبب الفيروس خسروا عملهم، لا يستطيعون أن يعتمدوا على الأجور اليومية التي كانوا يحصلونها حتى يتمكنوا من وضع الطعام على الطاولة لأطفالهم، ولن يتمكنوا من ربما حتى دفع إيجار البيت. لذلك المفوضية الآن تعمل لإيجاد حلول، كيف يمكن مثلا توسيع نطاق برنامج المعونة النقدية التي تقوم به المفوضية مع اللاجئين. هذا يتطلب أيضا استمرار الدعم المادي للمفوضية من سواء من الدول المانحة أو من الأشخاص الذين يتبرعون للمفوضية، وأيضا كما قلت سابقا ضرورة أن يكون الدعم أيضا للدول المضيفة حتى تتمكن وترضى وتستطيع. يعني الاستطاعة مهمة جدا. كما ترين حتى في الدول المتقدمة أحيانا المستشفيات تعجز عن مواكبة حالات المرضى، فيجب أن نمكن الدول المضيفة من أن تزيد من قدرة الخدمات الطبية الموجودة فيها، حتى إن تمت الإصابة بين اللاجئين واضطروا إلى الذهاب إلى هذه المستشفيات يكون هناك قدرة على تقديم الخدمات ورعايتهم بالطريقة الأسلم والطريقة المناسبة والصحيحة. جيد جدا. دكتور عكروش، هل هناك إجراءات خاصة طبية في سوريا تتعلق بالنازحين فقط، خصوصا نازحي إدلب الذين بلغ عددهم ما يقارب 1.5 مليون بس من شهر ديسمبر كانون الفائت وحتى اليوم؟ الدولة السورية دائما تتعامل مع كل مواطنيها على حد سواء، لا يوجد تفرقة ما بين الشمال السوري أو الجنوب السوري. كل مواطن سوري هو موجود. مش قضية منطقية دكتور، مع كامل الاحترام لحضرتك، هي بس لأنه هؤلاء الأشخاص ليس لديهم مأوى فحالتهم بالتأكيد أسوأ. كل مكان تستطيع الدولة أن تصل إليه، هناك أماكن لا تستطيع الدولة أن تصل إليها بحكم وجود مجموعات مسلحة أو أجنبية، لكن كل مكان يستطيع الدولة أن تصل إليها تحاول أن تؤمن كل ما يلزم لهذا الموضوع ضمن الإمكانيات المتاحة. لا نقول أن في سوريا نحن نعيش في حالة رخاء وفي حالة مسترخية جدا، نحن في سوريا لا شك بعد هذه السنوات من الحرب هناك في ضعف كثير، نقص كثير بالمواد، لكن ضمن الإمكانيات المتاحة الشخص المهجر الموجود في إدلب أو خارج إدلب طالما هو على الأرض السورية وضمن سيطرة الدولة السورية هي معنية مع عناية مباشرة بهذا الشخص ويعامل نفس المعاملة، وبالتالي يؤمن حاليا، يؤمن في كل المحافظات بدون استثناء، كل الأماكن الموجودة يؤمن أماكن حجر صحي وكامل لهؤلاء الأشخاص في حال احتاجوا لهذه العناية، وبالتالي لا يوجد فرق ما بين كما قلت لا شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب. شكرا جزيلا لضيفي الدكتور بهجة عكروش استشاري طب الطوارئ والأمراض المعدية من دمشق، شكرا جزيلا وجزيل الشكر لضيفتي عبر خدمة سكايب من عمان السيدة رولا أمين الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.